خلال هذا الأسبوع سيصوت على إنهاء هذا التفويض، وواضح أنه سينتهي، يعني ليس هنالك مبررا لا ينتهي بسبب أن الديمقراطيين يمتلكون الكفة العليا والأعلى في مجلس الشيوخ الأمريكي. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية سيدي الكريم ستنتظر إلى أن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة ويتوافقون برئاسة الكاظمي أو غير الكاظمي، وبعد هذا سينسحبوا؟ هل هذا اللي إحنا لازم نفهمه أيضا ونضعه في حساباتنا كعراقيين؟ أنا أعتقد عزيزي يعني المرحلة التطورات السياسية التي شهدها العراق تظهر مسألتين في غاية الوضوح وجهة نظري. هناك تراكمية، أي رئيس وزراء كان يحكم في العراق أو أي إدارة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية واضح أن هناك خطا بيانيا يسير بتراكمية، يعني لا تستطيع إعادة عقارب الزمان إلى الوراء. صحيح أن هناك بعض القرارات العسكرية زي السيرج عندما قام الرئيس جورج بوش باتخاذ القرار السليم في عهد الباتريوس عند الجنرال باتريوس، وكانت السيرج حققت الأهداف المرجوة منها وتم دحر الإرهاب. وصحيح أن قرار باراك حسين أوباما كان كارثيا بانسحاب قبل أوانه فأدى إلى خلق داعش أو تسهيل ولادة داعش، اعتبرها كما شئت. هذه القرارات تظهر أن بالفعل هناك بعض قرارات ستؤدي بانتكاسة أو بتسريع بالتقدم، ولكن في المحصلة هناك قرار مركزي واضح أنه على مستوى الدولة العميقة في أمريكا لن يتم خوض حروب تقليدية بالطريقة التي تمت بها عام 2003، ولن يكون هناك حاجة لا للزج بالأساطيل ولا بالقوات الجوية الضخمة والإنزال البري، كل هذا الأمور لم يعد هناك حاجة لذلك. فالانسحاب من الشرق الأوسط كله وليس فقط العراق، هذه مسألة واضح أنها مسألة وقت، هناك ترتيبات لابد منها قبل هذا الانسحاب حتى لا تصبح الحالة كارثية كما هو في أفغانستان. ولكن مرة أخرى والأيام ستثبت، ما جرى في أفغانستان يبدو أنه كان متعمداً مرتبط بتفريغ الأرض السورية والليبية من كل مظاهر الإرهاب التي جرت، لابد من شفط هؤلاء الإرهابيين بعيدا عن هذه المنطقة. هذه الصحوة الأردوغانية الآن يندم ويقول لا فهمتونا خطأ، نحن لا ندعم الإخوان المسلمين، يبدو أيضا ليست عبثا. فأعتقد أن ما يجري هو يعني إعطاء فرصة مرة أخرى القرار وطني عراقي أن يستغل الظرف، وهذه ليست انتهازية، هذا حسن تصرف بأن تختار اللحظة الوطنية الناضجة بعد محاولة اغتيال الكاظمي الآثمة والآن الانسحاب كليا وأغلاق ملف التدخل في العراق كليا. هذه لحظة ناضجة، وأعتقد أنها الأسلم لاتخاذ هذا القرار، وهو تفكيك الناعم والوطني والدبلوماسي لهذه الميليشيات، غير ذلك لا قدر الله قد تتجه الأمور باتجاها أكثر خشونة. طيب بالعودة إلى الهجمات الإلكترونية والسبرانية وما قامت به إيران مؤخرا وما قامت به إسرائيل تجاه إيران بحسب الاتهامات طبعا بكل تأكيد، هذا الأمر أيضا احنا عندنا اليوم مشكلة به في العراق حقيقة. هنالك أطراف من الأطراف الخاسرة هي تتحدث عن أنه كان هنالك هجوما سبرانيا على نتائج الانتخابات وتغيرت، وهذه تبدو نفس القصة تماما اللي صارت مع دونالد ترامب عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ولم يصلوا إلى إثبات بأنه فعلا كان هنالك تدخلا روسيا من أجل فوز ترامب وأن لا تفوز هيلاري كلينتون. هل تعتقد يعني هي سيناريوهات لن تصل إلى طريق في العراق، أم أنه فعلا هذه دول كبرى، نحن نتحدث عن إيران إسرائيل أمريكا هجمات سبرانية، فما بالك العراق، يعني نحن لسنا بهذا المستوى العالي من الأمن السبراني مقارنة بهذه الدول. الله يا أحمد اسمح لي أنا أداعبك في مشهد شفته رأيته على برنامج حوار عراقي، نعم. يعني أضحكني كثيرا عندما قال أحدهم أن القائد الفلاني خريج كلية دافوس عن منتدى دافوس الاقتصادي، نعم. قال أنه خريج هذه الكلية العسكرية كلية دافوس هكذا قال. فهناك يعني للأسف بعض الروائيين على الساحة الإعلامية العراقية عجيب، وهذه ظاهرة ليست محصورة بالعراق، موجودة في كافة الدول في الشرق الأوسط والحمد لله. الخيال الخصب يصل في نظرية المؤامرة إلى حدود لا يمكن يعني إدراكها.
بالفعل من ناحية العملية، وإن كان هناك نوع من المصداقية، وهذه مسألة الإشاعة أو قضية يعني المبالغة في إبراز صورة معينة أو التقليل من شأنها. التزوير حصل مثلا بالانتخابات الأخيرة، قضية التلاعب بالبيانات الإلكترونية قد يكون واردا، لا زال السجل حتى في أمريكا قضائيا تم رفض البحث في هذا الموضوع لأنه لم يعتبر من اختصاص القضاء. الآن سياسيا تقرير دارم مؤخرا أثبت أن ملف الدوسي، ما سمي بالدوسي اللي هي اتهمت أن روسيا تدعم دونالد ترامب وأن دونالد ترامب متواطئ، ثبت كليا أن هذا هو فبرك من ألفه ليائه، وأن هناك تورط بين الFBI وحملة هيلاري كلينتون وباراك حسين أوباما، كانوا متورطين في هذه الحملة المضللة عمداً.